كتير طيبة روعة. عندي قطع السمك هول بملحهم وبهرهم، طبعا بنكرر العملية من الميلتين. زبدة وطحين بقليهم شوي حوالي دقيقة، بس يصير بهذا اللون معناتها انه جاهز. تضيف الحليب، الحليب لازم يكون بارد، ما بنحط حليب سخن. ملح، فلفل ابيض، الصلصة جاهزة هلا، باخذ شوي وبنزلهم على البيض ميكس حتى اعدل حرارة البيض. هذا القوام اللي بدي اياه، بارميجان تشيز، شوية جوز الطيب. رائع الطعم. بالأخير شوية بقدونس، ممكن تحطوا شبت. جربها أنا وياكم، رائعة، بنصحكم تجربوها، كثير طيبة.